الآن اعتداؤه واضح، يعني اعتداؤه واضح. الحكومة الموجودة في طرابلس استنفرت ضده. نعم. يعني نعم. الآن إذا رأينا موقفه من سلطة تشريعية منتخبة في السابق. نعم. كان المؤتمر الوطني العام. نعم. هو انقلب عليه. صحيح. طيب الآن تريدون أن تقولوا سلطة الأمر الواقع والمتغلب طيب الآن الحكومة الموجودة في طرابلس، المجلس الرئاسي سيطر على طرابلس، الآن لماذا لا، يعني أنا أقول الذين يؤيدون حفتر بفتاوى دينية منحرفة. نعم. من الشرق، من الغرب، من بعض شيوخ مصر، من بعض شيوخ الخليج، يعني يقولون الولاية المتغلب. هو لم يتغلب، هو كانوا يقولون هذا الكلام قبل أن يتغلب حتى في الشرق. الآن طرابلس نوعا ما شهدت نوعا من الاستقرار نوعا ما، يعني وتغلبت فيها سلطة موجودة. الآن ما موقفكم من هذا الهجوم من هذا الرجل؟ هو لا اعترف بسلطة منتخبة من الليبيين ولا اعترف بسلطة أمر واقع معترف بها دوليا متغلبة. ماذا يريد إذن؟ ليس هناك إلا أنه يريد أن يفرض نفسه حكما على الليبيين. نعم. اقتداء بما حصل في الجارة مصر، نسأل الله أن يخلصهم من حكومة السيسي.